صدق الله العظيم. يا شاء الذكور.
وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما
قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عن غائبين وما بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر love.
الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها نفسك يا إنسان إذا ما ردت من شفاك. واسأل نفسك يا نحل من بالعسل حلاك. واسأل نفسك يا نحل كيف تعيش في الجو ومن شك نواك. واسأل نفسك يا ثعبان من بالسموم حشاك. الله 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 فوق كل الخلائق، فإن لم تكن تراه فهو يراك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فلا علينا وعلى ما سمع حضرتكم ذلك عالم القرآني العالم الإذاعي قارئ مصر والعالم الإسلامي أجمع صاحب الفضيلة الشيخ كرم مراد المنصوري القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور محافظة البحيرة الصوت والمعرض الفني ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى وكسور الضيافة المتمكنة على إنحاء الجمهورية ركبت ودرزت تحت إدارة وإشراف المتوكلون على الله. أولاد الرديني أولاد الرديني المقيمين بأبو مسعود حضرة السادة المعزين الكرام كل من أتانا هذا العزاء فكان له مثل الجزاء وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.